أكيد رحب معنا عبر زوم من العاصمة الأردنية عمان بالدكتور نور الدين الديري، أخصائي اضطرابات نمائية عقلية وتوحد وجينات. يا هلا فيك دكتور، وأهلا وسهلا. يا هلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. طبعا دكتور كان المفترض يكون منورنا في الاستديو، لكن لظروف الطيران من يومين تعذر حضوره، لكن ان شاء الله في قادم الايام تنورنا في الاستديو يا دكتور. وخلينا نبتدي معك في هذا السؤال العام، لماذا ينسى الانسان؟ هلا اولا كل عام بخير طبعا، وبعتذر على عدم قدرتي اكون موجود. هلا بشكل عام النسيان هو من اهم الامور البيولوجيه اللي جسمنا بيقدر يعملها. اولا احنا بنقدر نستفيد من هذا الشيء، لانه لو احنا نتذكر كل تفاصيل من حياتنا راح تصير مصيبه. صحيح. ما راح نقدر كمان نرتب اولويات الامور اللي احنا لازم فعلا نتذكرها، ولا الامور اللي هي فعلا جزء مرقت علينا وما لها أهميتها. فهي برضو من منطلق، خلينا نحكي نفسي ومنطلق بيولوجي، عملية النسيان أهميتها زي أهمية خلينا نحكي الذاكرة أو التذكر بعض الذكريات والأفكار اللي إحنا ممكن نحسها مهمة كثير بالنسبة لنا. طيب النسيان له نوعين، فخبرنا عنهم وكيف تعمل تقنيات الدماغ بين النسيان والتذكر. هلا بشكل عام النسيان بكون في عندنا جزء منه بكون نفسي وجزء منه ممكن يكون عضوي، وهلا التنتين مرتبطين ببعض صراحه. هلا بشكل عام طبعا النفسي زي مثلا البوست تروماتيك ستريس، ممكن يكون الامور هاي ممكن فعلا تاثر على تركيبه الدماغ. وبرضه احنا بشكل يومي اصلا جسمنا بدون الستريس وبدون ضغوطات، احنا برضه شغلنا بكون دماغنا بين التذكر وبين النسيان. هلا التذكر والنسيان بجوز معلومه غريبه لبعض المشاهدين راح تكون انه هي اصلا في نفس العمليه هي بتحدد نسيان ولا تذكر. وطبعا للاسف ما في دراسات جدا قويه بتحكي لنا والله انه الاليه كامله لعمليه التذكر او النسيان، لكن احنا بنعرف انه كلها بتعتمد على الدوبامين. الدوبامين اللي احنا بنحكي عنه هرمون الانبساط والفرح وهي الامور، هو برضه كمان مسؤول على النسيان. بيعتمد فقط على حسب وين الريسبتور او اللي هو النواقل العصبية على أي ريسبتور راح ترتبط فيه. نعم. إذا كان ترتبط في نواقل عصبية مهمة للتذكر وقتها راح تتذكر هاي الفكرة. أما الدوبامين نفسه إذا راح على أعصاب أو على نواقل عصبية مهمة للنسيان وقتها راح يصير في عنا عملية النسيان. والحمد لله ربنا سبحان الله يعني في بيننا بيقدر ينظم ما بين هاي الأفكار مهمة بالنسبة لنا أو هاي الأفكار مش مهمة وممكن تكون اللي هي بسموها الذاكرة البسيطة. نعم دكتور، لا شك أنه هناك فوائد للنسيان الطبيعي، يعني التفكير الإبداعي، التحرر من الألم، تهدئة الدماغ وغيرها الكثير، ولكن متى يكون النسيان غير طبيعي؟ هلا طبعا يعني في عنا احنا نوعين من انواع الذاكره، في عنا الذاكره البسيطه او القصيره وفي عنا الذاكره اللي هو الطويله. نعم. هلا المشكله اللي بتصير هو انه اغلب المشاكل لما يصير عندنا مشكله بالذاكره القصيره، يعني احنا بننسى الامور اللي هي عاده 15 او 30 ثانيه اللي مضت، احنا بنصير فيها نسيان شديد. برضه كمان لو احنا بنصير النسيان متكرر، بمعنى انه مش والله مره صارت معي ونسيت تفصيل هيك بسيطه ما لها اهميه، صارت شيء متكرر وبيعرض حياتي او حياه الاشخاص اللي حوالي لخطر. هون بندخل احنا بناحيه انه لا، هون صار في مشكله لازم نتدخل فيها ولازم انه نحلها، ممكن تكون عضويه ولازم نعالج. نعم. طيب دكتور، النسيان هو احد تقنيات عمل الدماغ، ليش نسميه نقمه؟ علما انه ممكن يكون نعمه والعكس صحيح، ويعني متى يصبح النسيان مشكلة كمان؟ لأنه بعض الأحيان إحنا تمر أحداث مهمة في حياتنا لكن ننساها. أنا شخصيا في أحداث مرت في حياتي فعليا ما أتذكرها زين، يعني أو ما أتذكر تفاصيلها زين. مظبوط. هلا هو فعلا هو مش انه هو نقمه، بالعكس هي نعمه وربنا خلق لنا اياها لهدف انه احنا بدنا نستمر حياتنا لقدام. مثل واحده من القصص اللي ذكرتوها قبل المقابله اللي صارت في الاحداث في غزه مثلا، انه الناس بدها تنسى هاي المشاكل، اذروايز رح تضلها مستمره في هاي المشاكل النفسيه اللي ممكن تستمر فيها. لكن اذا بلشت تتاثر على حياتي، مثلا انا والله نسيت اخذ ادويتي، نسيت انه والله بحاجه اجيب ابني مثلا، أو نسيت ابني بالسيارة مثلا، هاي مشاكل صارت. فصارت بطلت من مستوى والله أنه أنا بدي أنسى ذاكرة سيئة، أنا صرت أتأثر على حياتي وعلى مستقبلي. نعم. وبرضو الناس حوالي.
خصوصا انه الذاكره السيئه هي لا تنسى، هي تكبت. صحيح. يعني هي تتخزن بمكان قد تطلع باي محفز. ذكرت دكتور انه مساله نسيان الام لاطفالها داخل السياره، يمكن احنا ذكرنا انه تقريبا يعني في ارقام تقول انه تقريبا في 7 حالات كل شهر في امريكا بما يخص انه ام تنسى طفلها في السياره او احد الوالدين، مش الام فقط، اساس ما نركز على جهه. هذا الشيء هل هو شيء طبيعي ولا هو يدل انه هناك مشكله ما؟ لا، هذا مثلا مثال على متى ممكن النسيان يكون شيء سيء بالنسبه لنا، لانه هون دخل وصار ياثر على حياه الناس اللي حواليه. هذا الطفل احنا لما ننساه بالسياره احنا ممكن في كثير من الاحيان بنشوف مصائب بتصير، ومرات حالات اللي هو بنفقد فيها الطفل. فاحنا بهاي الحالات لا، احنا لازم انه لو لاحظنا هاي الامور تتكرر كثير، بالاخص للاهالي اللي بيشاهدونا، مش بالضروره برضه احنا شيء يتاثر على الناس اللي حواليه، ممكن يتاثر علي انا نفسيا شخصيا. إذا لاحظتها صارت تتكرر كثير أكثر من مرة في اليوم، الناس كثير بتتساءل، أنت طبعا أنا قلت لك هذا الشيء، ليش نسيتها؟ ليش ما بتتذكرها؟ وقتها لا، أنا لازم أنتبه على هاي الأمور، لأنه في بعض الأحيان مظبوط ممكن تكون أمور نفسية هي السبب، وهذا إحنا طريقة حماية نفسنا لهاي الأمور. في كثير من الأحيان ممكن أن تكون هنالك أمور عضوية، خاصة إحنا بنسميها في المادة البيضاء في الدماغ، اللي إحنا بنقدر ننميها، نقدر نساعدها. في بعض الأشخاص عندهم قابلية لأنه يكون عندهم هاي المادة البيضاء بالدماغ فيها تأخر، فهي بتساعد انه يصير في عنا نسيان اكثر من اشخاص ثانيين، واذا لم يتم علاجها بالعكس راح يصير تراجع مستمر لقدام. دكتور نور الدين الديري، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك يوم سعيد، وتحية لكل مشاهدينا في الأردن الحبيب. واحنا نقول انه اي شخص يحس انه الموضوع تجاوز الحدود الطبيعية ممكن يراجع الدكتور والمختصين، ولكن هامش النسيان الطبيعي هو مفيد لا شك، وعلى من الأمور يعني ملفتة للانتباه أنه هو يساهم في الحماية. بمعنى يقول أنه يعتقد بعض الباحثين أنه النسيان مرتبط بالأخلاق. كيف؟ شلون؟ يقول لك أنه استمرار الأفكار الخاطئة في الذهن قد يؤدي إلى أفعال غير أخلاقية. وهنا يساعدنا النسيان للتخلص من هذا النوع من الأفكار. لذلك أنه أي شخص تشوف عنده أفكار غير أخلاقية هدي هدي لين ينساها.